مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا بكم متابعتنا اليوم من داخل شوارع مدينه بنغازي. اليوم حبيت ننزلوا نوضحوا الصوره اكثر للمواطن بخصوص حظر التجول بعد صدور التعليمات من الفريق عبد الرازق ناظوري رئيس اللجنه العليا لمجابهه فيروس كورونا واصدر بها بالحظر من الثالثه مساء الى السابعه صباحا. تم تطبيق الحظر من صدور هذا القرار ولكن هيئات لمن تنادي المواطن يبالي واستهزاء كبير لهذا الحظر او هذا الجائحه اللي تسبب في الوفاه. اليوم حنشوفوا شوارع مدينه بنغازي حركه طبيعيه جدا، هناك اغلاق فقط للمحلات التجاريه فقط باستثناء الصيدليات والمواد الغذائيه، ولكن هناك بعض المستهترين اللي فتحوا الكافيات وفتحوا بعض المحلات الملابس بحجه انهم لا يوجد لديهم مدخل رزق. حنشوفوا وحنتابعوا وحنوضحوا للمواطن بعدسه أحمد العبيدي، خلوكم متابعة. والله النصيحة أن أو هي أكبر مشكلة عندنا في ليبيا بالنسبة لموضوع كورونا، هذا هو موضوع المآتم، موضوع الأفراح. هذه بالدرجة الأولى، خطوا زحمة في سيارتك عادي مش لازم تلبس كمامة، إن خشيت مواد غذائية البس كمامتك وربي يحفظكم جميعا. والله هو اليوم كيف بدوا في الشغل نسيناه بكنا على موضوع كورونا الأول، وتو بدأنا الأمراض وبدأنا المواضيع وأنت عارف. إن شاء الله خير هي. السلام عليكم، مرحبتين يا حاج، كيف حالك؟ شنو أخبارك؟ شنو امورك؟ انت ما شاء الله عليك ملتزم. اجراءات لي شنو تحكي على الكمامات؟ غير يوفر الكمامات الناس تلبسها. دولة توفر كمامات يلبسون الناس. والله عملنا هو اللي يلزم علي اني لا 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 والله ما خطرنا، انا طلع هذه طلع بس طلعت بنك الميه ما حصلتش مروح الحوش. منك انت كلام، شنو حالك؟ سلمى شو داير؟ والله الحمد لله تمام. قصدي ما شاء الله طالع بالعويله وحضر، كيف صار؟ طالعين المستشفى نتاع المسالك هذا كنا نعالج وطلعنا. لا باس عليهم ان شاء الله. الله يسلمك. شنو كيف شفت الوضع؟ الوضع تمام الحمد لله يا رب العالمين، وضع ماشي كما هو الحمد لله. وندعي العرب بنغازي بانه يمشي الوضع عادي، يعني امور طيبه والحمد لله. وربي ينصر المشير وسعاده المشير ينصر الجيش. ليش مش داير العويله كمامات ونية حفاظا لهم يعني؟ ما درتنش والله ما درت. ما درت، خلينا على الله. سلمى. البنية هذه في حاجة تبي تقولها. شو بتقولي أنت؟ بين سميكم ويكم مبارك. ليش تعرك ويقول زعيم معرك؟ عودي عودي لنا. بين سميكم ويكم مبارك، ليش تعرك ويقول زعيم معرك؟ الله يديك الصحة. سلمك إن شاء الله ديما يحفظ لك إن شاء الله. ربي يوفقك. سلمك إن شاء الله. طبعا مشاهدي الكرام كيف ما نشوفوا مع بعضنا هذا استيقاف للشرطه العسكريه، كل الاجهزه الامنيه متواجده داخل مدينه بنغازي وبقوه، ما نبيش نذكر الجهات اللي قاعده ولكن عمل دؤوب لفضل حظر التجول. حناخذوا المواطنين وشوفوا سبب استهتارهم او خروجهم داخل الشوارع. في البدايه حناخذوا السلام عليكم، شنو امورك؟ اخبارك؟
عندك العلم انه في حظر تجول؟ عندي يا سلام. شنو سبب تواجدك في الشارع يعني؟ والله البلاد متضايقات شويه من الحم وما الضيقات طالع ناخذ بين برمه وربينا خلاص. انت مالكش خايف يعني صح ان في موضوع الكورونا؟ من السياره ما ينزلوش، قاعدين في السياره ما ينزلوش، كذا خايف عليهم طبعا. كيف شفت عمل الجهات الامنيه والامن داخل، هل هم يعني سهلين الامور للمواطن ولا فرضين حظر التجول بالقوه؟ لا ما شاء الله مسهلين، لا امور 100%، ربي يحفظهم، مسهلين الدنيا بالكامل. ليش مش لابس كمامه انت؟ ليش مش ملبسين كمامات؟ هذه غلطان فيها، هذه غلطاني فيها. ضروري تحافظ يعني على روحك وعليها حتى الاطفال اللي معك. مزبوط صح، مزبوط. الله ربي يسلمك. سلمك، بارك الله فيك. شنو سبب تواجدك برا الشارع؟ سبب تواجدي برا الشارع عندي الوالده برا. كيف الوالده؟ باش يجي في الوالده ومروح للحوج دغري. يعني ملتزم بساعات الحظر؟ طبعا، لا طبعا اكيد، هذا واجب وطني هذا. لو نقولوا الاجراءات الاحترازيه، ليش مش لابس كمامه وليش مش؟ لاني اول شيء مانيش مخالط، ما نقعدش في تجمعات، ما نقعدش في مقهى، ما نقعدش في اماكن مثلا بقاله عامه او شيء، يعني دائما في السياره، حتى لما نطلع ما نطلعش من السياره. تمام. باي نظرتك للمواطن، هل هو مستجيب للوضع اللي نحن قاعدين فيه توا ولا في استهتار؟ والله للاسف في استهتار، في استهتار، لان نحن لو تحكي لي على بدايه الحظر من قبل رمضان، يعني دار الشعب دار استجابه طيبه، لكن اتوقع ان هم بدوا ان هم يشككوا في وجود كورونا او الله اعلم يعني. يقولوا المواطن في هنا شويه شكوك على الوباء هذا؟ 50% مشككين. كيف تشوف عمل سير الجهات الامنيه داخل مدينه بنغازي؟ والله الجهات الامنيه اللي عليهم داروه، يعني ما يقدرش يضغط على المواطن، يعني شو بيدير له يعني اكثر من هيك، عرفت؟ هو اللي عليه داره هو المسؤول الامني، لكن ايش تبي تدير لهم؟ تضربهم؟ والله غالب، هذه مساله ثقافه، فهمت علي؟ ان شاء الله خير وان شاء الله ربي يسلمك. ان شاء الله ربي يعطيكم السلامه. طبعا ما زلنا مستمرين معاكم مشاهدين كرام، حناخذوا عدد اكثر من المواطنين وحنشوفوا سبب تواجدهم خارج السلام عليكم، شنو حالك؟ شنو اخبارك؟ شو سبب تواجدك برا الشارع؟ والله يا اخوي ماشيين العيادة. ماشيين العيادة الف لباس؟ والله ان العزوز مريضة ماشيين نحجزوا لها بس. تمام، ليش مش لابس كمامات وليش مش واخذ الحيطة والحذر من الفايروس؟ والله خلينا الله غالب، وغير هذا كله المادة وال مقصرة شوية العملية، عرفت؟ فلوس ما فيش وضع وكمامات، الحالة المعيشية صعبة شوية اللي خلت المواطنين يطلعوا برا. نشتغل حتى في مطعم هنا، عرفت؟ مسكرين تو المطعم انت؟ مسكرين. كيف شفت الحركة؟ كيف شفت الحركة في مدينة بنغازي؟ في استجابة ولا مواطن هيهات؟ من ناحية كيف يعني؟ إغلاق المحلات ومن ناحية الحركة داخل مدينة بنغازي. خلينا على الله وطبعا نقول بإذن الله تفرج. بإذن الله الأزمة هذه تريح من هنا وما يصير لك الخير في البلاد، وإن شاء الله يعني توسع لك من ناحية أي حاجة، من ناحية مادة، من ناحية أمراض، من ناحية أي حاجة، من الأخير تبادلنا إن شاء الله خير. إن شاء الله والله. السلام عليكم شباب، شنو أخباركم؟ وين كماماتكم؟ والله مش معانا بصدق ومعانا. ليش مش لابسين؟ والله هذه الواية فهمتني، طالعين هيك مش عارفين الدنيا شنو ماشي. كيف طالع مالكش عارف في حظر؟ والله شنو بنقول لك، والله طالعين دايرين برمه هيك مروحين. شوف الوضع قصدك هيك، تشوف في كذيب الفيس يعني هيك نقول نحن. هي نفس ما تقول انت هيك سالمه. كيف شفت الوضع؟ هل في محلات مسكرين؟ في ناس مستجيبه؟ في مستجيبه، تو مسكره كلها الصبح، كنت فاصل توك انا كلها فاتحه، لكن تو 100% الحمد لله الشبه كلها مسكره بصدق. بس في حركه في الشوارع ولا؟ في حركه في الشوارع سالمه، اي خدمه ديما طيبه. طبعا المواطن في اللي مش متعود على الكاميرا، وفي اللي يحب انه هو يعطي رايه ويقول رايه بخصوص موضوعنا اللي طرحينه، وحنساله عليهم الاسئله. طبعا العنصر النسائي حتى هو صعب انك تاخذ منه وتحكي. السلام عليكم، شنو حالك؟ يعطيك الصحه. شنو دهورت في البلاد؟ لا دهورت، امور طيبه، امور الحمد لله. شنو الناس مستجيبه للحظر ولا في استهتار؟ مستجيبه وامور طيبه، وانا احد افراد القوات الخاصه الصاعقه، والامور طيبه مع اللجنه الامنيه ابدا جد.
والله أكبر والحمد لله أمور طيبة وجو تمام. تمام. ليش مش واخد كمامة ولا تكمل في وقتك في السيارة ولا؟ والله نكمل في وقتي في السيارة بنفس الوقت. نكمل في وقتي في السيارة. قبل نكمل في وقتي في السيارة. كيف شفت عمل لجنة زلمين؟ لا ربي يحفظهم وربي ينصرهم بنفس الوقت. السبب اللي خلت المواطن في سلبية مع العلم نحن في شهر ثلاثة درنا حظر وكان يعني حظر ممتاز جدا، شنو السبب؟ والله تهاون السلطات بالاخير بكر. تهاون السلطات بالاخير بكر. هي الامر قاعد مع شي مصداقيه عرفت؟ المواطن مع شي مصداقيه للجهات اللي فرض الحظر. الجهات المعنيه، مع شي مصداقيه. كانوا يطلعوا كل يوم بعد العمليه مش عارف في اسبوعية استهتارك. ليش مش واخذ الاحترازات انت كحاجه لصحتك؟ بامان انا ديما معايا في السياره، في السياره اموري تمام، لكن لما ننزل لوط انا البسها. سلمى ربي يحفظكم ان شاء الله. ربي يحفظك. السلام عليكم. شنو اخبارك؟ ان شاء الله راكش قاعد في السياره، قاعد في الهواء طلق يعني. بروده والله بروده. بروده وعلى الموتو. لا الحمد لله. من اي منطقه تسكن؟ انا رويصات. شنو وضع الحظر في رويصات؟ الوضع ما شاء الله لا قوه الا بالله. شنو في محلات مسكرين وفي حظر ولا استهتار مواطن؟ لا والله نقول لك علي حاجه، هو 70-75% الحظر راهو اموره تمام، 25 هذين طبعا شنو؟ غباك شارع مترك تلقاه فاتح يسرزق عليه حاله وماشي الدنيا. نقولوا شنو سبب استهتار المواطن في الحظر يعني؟ والله نقول لك حاجه، راه حتى ظروف المعيشه راهو يساعدنا شويه، تلقى ما عندش هني يسرزق داير بكاكين صغير اللي يعبي بمبه غاز لاني يمشي حاله هلا غالب الواحد فهمت؟ فظروف المعيشه حتى هي يساعدنا شويه. المفروض لابس كمامه انت. والله الحمد لله بيد الله. حافظ ربي. بيد الله كل شيء. سلمك ان شاء الله، ان شاء الله ديما طيبين. في استجابه ولا في استهتار؟ لا لا ما شاء الله 100%. لا 100%، كنت تول عند المطار والامور تمام، مسكره كلها الامور تمام. من اي منطقه انت؟ انا من بغازي. بغازي؟ لا قصدي من اي منطقه؟ مجوري. مجوري. شنو وضع المجوري في الحظر؟ والله ما شاء الله حتى. لا امور، لا امور 100%. ليش مش لابس كمامتك ومش واخد احترازات؟ اعداد عندي احتراز كامل، بقاقه والدنيا كلها وكمامات عندي. بعد تنزل للبس؟ لا لا تمام والله. اوكي. شنو سبب تواجدك داخل برا يعني برا الحوش يعني كيما نقول؟ ندور في قهوه، مش لقينا قهوه قعدنا ساعه ونص. قهوه في الحوش كانها؟ ايوه. انا عندي رقم قهوه الحوش زين حاضر. وين كماماتكم؟ وين الاجراءات الاحترازيه؟ لا لا كله موجود. ما شاء الله. وري لنا كريم شوفون. هذين كمامات ها؟ ما شاء الله. كمامات استعملوش فين؟ ان شاء الله ديما طيب. سلمك اي يومك. شنو سبب تواجدك برا الشارع يعني؟ معروف انه في حظر ومعروف انه في والله شو نقول لك؟ نحن طلعنا اولا الضي مقطوع وكنا ندوروا في واحد يصلح المحرك. فطلعنا للجو لقينا الناس برا يعني ما فيش حد قاعد في الحوش يعني. يقولوا المواطن مش ملتزم بالحظر. والله هو كيف ما تقولك ما فيش حد ملتزم بالحظر. شنو السبب اللي خلى المواطن مستهتر لهالدرجه هذه؟ هو مش مستهتر لكن ان الناس المواطن الضي مقطوع وما فيش ضي بيطلع بيضطر انه بيطلع حتى في الشارع بيجول في الشوارع يعني. انت من اي منطقه؟ انا من منطقه الليت. شنو منطقه الليت وضعها يعني؟ والله وضعها كويس لكن ضي ما فيش. الوضع الحالي من ناحيه الحظر؟ من ناحيه الحظر لابد الانسان يعني يقوم باجراءات احترازيه يعني في حد ذاته، يبدا بالنفسه قبل ما يبدا بالغير يعني عارف كيف؟ والمواطن ما تقدرش تلوم عليه في الوقت الحالي، لابد اقل شيء اقل شيء اقل شيء يعني يكون في توعيه كويس ولا؟ وممكن خروج العائلات والناس توا ممكن من كثره الاطفاء بالضبط الاطفاء وكذا وني. لكن يعني لو نقولوا حظر في مدينه بنغازي حظر يعني على المحلات التجاريه والتجمعات بس يعني هيك نقولوا؟ لا هو لابد تلتزم بالقرار الحظر. قرار الحظر هذا تحافظ على نفسك وعلى غيرك كويس ولا؟ فالمواطن لابد يكون مستجيب مع الدوله يعني عرفت؟ فبعد يكون في قرارات حظر وقرارات صارمه لابد الانسان يعني يكون متجاوب يعني يساعد هو حاجه واثنين يكون في مساعده يعني شويه. كيف شفت عمل اللجنه الزلمنيه؟
عامل الأجهزة الأمنية بارك الله فيهم طبعاً، هم حماية الوطن يعني، عرفت كيف؟ فالأجهزة الأمنية يعني تقوم بواجبها، عرفت كيف؟ فمتعاونة يعني، متعاونة مع المواطن ومقدرة الـ 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 الوضع وإن شاء الله ربي يصلح الحالة. إن شاء الله. والكمامات كم مش لابسين؟ هذه نقطة، أن الكمامات يعني حتى لابد يكون متوفرات يعني. يعني تلاحظ أن في الصيدليات، في حتى القطاع الصحة لابد يكون موفر الكمامات. وما ممكن تقدر تقول سعر غالي، في اللي ما في اللي ما عندهاش استطاعة أن ياخذ حتى يقوم بشراء كمامات. طبعا المشاهدين الكرام، خذينا جانب من منطقة مدينة بنغازي، حنشوفوا الوضع الحظر وحنشوفوا آراء المواطنين بهالخصوص. خلوكم في المتابعة. مشاهدينا الكرام، هيك كانت نهاية متابعتنا من داخل شوارع مدينة بنغازي. حبينا نوصلوا الصورة الصحيحة للمواطن بخصوص الحظر التجول الصادر من لجنة عليا لمجابهة كورونا. سألنا المواطنين، سبب الوحيد لخروجهم خارج المنزل هو بسبب قطاع التيار الكهربائي، ولم كل احتياجاته الخاصة اليومية.
نتمنى المواطنين هم ياخذوا بالاجراءات الاحترازيه، يحترموا الجهات الامنيه بفرض الحظر. في الختام تقبل تحياتي صالح بومعيزه والى اللقاء.